قهري. دي مش موجوده. يعني احنا بنتكلم في اوروبا في بعض الدول عندها لوائح تتويج الفريق المتصدر، احنا ما عندناش دي. دي مش موجوده عندنا. يمكن حصلت قبل كده عندنا هنا وتم الغاء مواسم بدون تتويج حد. بالظبط. فمتساب برضو الموضوع عندنا هنا بدون توضيح. فرصه بقى ان احنا نقعد دلوقتي نحط سيناريو واحد واثنين وثلاثه، لازم يكون عندنا تصور لكل حاجه ممكن تحصل. المشكله بس اتحاد الكره كل شويه يقعد يقول لك ايه في اللوائح موجوده على الموقع، اللوائح موجوده مش عارف فين، كلام من ده، وما نلاقيش حاجه. لا لا، ما احنا هتيجي على ارض الواقع دلوقتي بالنسبه للموضوع ده، ما فيش لائحه واضحه. ونتمنى ان حد من اتحاد الكره يطلع يقول عكس الكلام. انا سامعه، انا سامعه من عضو اللجنه الخماسيه ان ما فيش ما يؤكد منح اللقب للفريق المتصدر، حال الغاء المسابقه لظرف قهري. وبالتالي ده مش حاجه فيه هبوط. بالتأكيد بالتأكيد. فاحنا حلنا دلوقتي، عندنا حلول يمكن موجوده دلوقتي قدام اللجنه الخماسيه تتكلم فيها. استكمال النشاط بعد الايقاف ده، استكمله بالموسم الحالي، اكمل الموسم الحالي، لان ده مجهود ودي عقود ودي طبعا يعني حاجه اقتصاديه كبيره. الدوري المصري ما هوش صغير طبعا، الامور الماديه بتاعته مش صغيره. فبرضه صعب فكره ان انا اقول الموسم ده كانه لم يكن، هتبقى صعبه جدا على الانديه، صعبه جدا على الاتحادات، صعبه جدا على الشركات الراعيه اللي دفعت فعلا اجزاء من الموسم ده والموسم لم يكتمل. ففي حلول كتير لازم يتكلموا فيها. فكره استكمال الموسم سواء حتى بكاس مصر دلوقتي او بطوله الدوري، ابداها مع الدور الجديد او الدوري الجديد، ابدا باستكمال المباريات المتبقيه من الدوري الحالي، واخر شهر او حاجه بدايه الموسم الجديد. ده حل من ضمن الحلول. ممكن يتعمل دوره او الموسم اللي جاي اتعمل مجموعتين عشان اقلل المساحه الزمنيه. واعتقد ان الاتحادات القاريه والاتحادات العالميه شغاله على ده دلوقتي، وهتعمل زي حاجات استرشاديه للاتحادات الاهليه. يعني انا سامع او بنقرا عن الاتحاد الاوروبي والاتحاد الدولي شغالين على كده دلوقتي. مصير الدوريات الاوروبيه ايه؟ ايجاد حلول. هيتعمل حاجه من الاتحاد الاوروبي، ايجاد حلول للازمه اللي فيها كل الدوريات الاوروبيه، وهيتم منحها استرشاديا لكل اتحاد يطبقها. حتى فيما يتعلق بالبطولات الاوروبيه، يعني كل دوري ابطال اوروبا واليوروبا ليج، قال لك من ضمن الاقتراحات يعني المطروحه ان هيبقى مباريات الادوار المقبله كلها هي مباراه واحده، مش مباراه ذهاب واياب، على غرار مباراه النهائي. ده برضه اتطرح في الاتحاد الافريقي وبيتناقش في الاتحاد الافريقي دلوقتي بخصوص. بس الاتحاد الافريقي احنا في دور قبل النهائي، نص النهائي يعني. قبل النهائي في كلام ان هو ممكن يتعمل قبل النهائي مباراه واحده في الكاميرون، بما ان تم اختيار الكاميرون لاقامه النهائي عليها. يتعمل زي وقت مجمع اسبوع او 10 ايام، يتلعب فيه مباراه واحده برضه قبل النهائي، والنهائي يتلعب في الكاميرون في نفس الاسبوع دون، ويبقى كده بدل الذهاب والعوده والسفر والازمه ده. احنا كده كلنا بنتكلم في سيناريوهات. محدش برضو عارف بعد الاسبوعين ايه اللي هيحصل، ايه القرارات اللي ممكن يتنبأ بأي شيء بالظبط، ايه القرارات اللي ممكن تتاخد واحنا نتجاوب معاها بأني طريقه. هل هيتم الغاء مسابقات قاريه ولا لا؟ احنا حتى الان بنتكلم على الامر الواقع ان الاتحاد الافريقي قال ان البطوله قائمه، دوري ابطال اوروبا، دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه قائمين. عنده افكار بخصوص اقامه قبل النهائي، سواء يقام ذهاب وعوده او يقام في الكاميرون. مع النهائي تم تحديد الكاميرون لاستضافه النهائي، تم تحديد المغرب لاستضافه نهائي الكونفدراليه، كل ده بيتحدد وشغال في الاتحاد الافريقي. فاحنا هنتعامل مع الامر الواقع. ايه الجديد بعد الاسبوعين؟ لازم نحط سيناريوهاتنا لما هو، يعني مش عايز اقول لما هو أسوأ عشان ده ممكن طبعا كل شيء وارد، يعني لا قدر الله طبعا لما هو أسوأ لازم نحط سيناريوهاتنا ونشتغل عليه، ونحط سيناريوهاتنا ان احنا ممكن بعد الاسبوعين نرجع نشتغل تاني. فبرضه نبقى عاملين حسابنا على ده، على السيناريو ده وعلى السيناريو ده. عاملين حسابنا ان احنا ممكن بعد شهر نرجع، بعد اسبوعين نرجع، بعد ثلاثه نرجع، نجهز نفسنا كل مجهزين لكل السيناريوهات يعني. ونبلغ بيها الانديه عشان برضو حاله الضبابيه اللي موجوده فيها الانديه. بس في الحقيقه محمد المسؤولين معذورين، مش عارفين يتنبأوا، مش هينفع يتنبأوا بايه اللي هيحصل. ما فيش تنبؤ. انا بقول ندرس سيناريوهات. يدرسوا سيناريوهات ويقولوها لل انا بقول لكش سيناريو واحد، انا بقول لك سيناريوهات لكل الحلول. ما احنا عندنا يعني لا قدر الله ما عندنا ايقاف نشاط خالص، او الازمه مستفحله ومش لاقيين لها حل، وده طبعا ان شاء الله يعني ربنا يبعده عننا، او الامور بتتحل جزئيا وهيتم عوده النشاط، ممكن نمد اسبوعين تاني، ممكن دي الحلول اللي عندنا او دي السيناريوهات اللي ممكن تحصل. انا لازم اتعامل واحط حلول مع كل السيناريوهات دي، سواء ان احنا هنوقف نشاطنا او هنشتغل بعد اسبوعين او بعد شهر. طيب الاولمبياد هيحصل فيها ايه؟
هل ممكن فعلا تتأجل انت من وجهة نظرك؟ طبعا احنا برضو مش عارفين نتنبأ، لكن احنا لو استمر الوضع كده تعليق الطيران على مستوى العالم، مفيش اعداد، مفيش دورات، مفيش بطولات دولية ودية تحت اي مسمى، مفيش اي نشاط رياضي في العالم، اعتقد ان هيبقى صعب لو احنا استمرنا الشهر او الشهرين دول بنفس الاجراءات اللي متاخده دلوقتي في اغلب الدول، هيبقى صعب تقام في موعدها. في اقتراحات برضو، في اجتماعات شغاله، يمكن بكره في اجتماع اللجنه الاولمبيه الدوليه يوم الاربعاء بعد بكره هيتعمل من خلال فيديو كونفرنس مع اللجان الاولمبيه في كل الدول، هيتم بحث الكلام ده اللي انا بقوله، ان احنا نبتدي نشتغل. احنا الفتره دي فيها توقف في عندنا ازمه، بس في نفس الوقت اليابان بتقول لك احنا جاهزين. ما هو اليابان بتقول جاهزين، بس القرار في الاخر بيبقى اللجنه الاولمبيه الدوليه. مش اليابان، ان في ازمه في العالم، مستوى العالم في نشاط واقف، في بطولات اتجمدت، في اعداد لعيبه ما بيتمش بالصوره الامثل بالظبط، فده لازم يتم التعامل معاه. لازم ممكن يتم تاجيل بطوله اوروبا، ممكن يتم تاجيلها، في كلام عن تاجيلها لديسمبر. تمام. طيب خليني اتكلم في جزئيه اخرى، وهي من موقع مبتدا وتصريح للكابتن جمال الغندور، وهو بيتكلم على ان تقنيه الفار نجحت بنسبه 100%. تقييمك للكم مباراه اللي اتلعبوا بتقنيه الفار في مصر في الدوري؟ طب اصل انا عشان احكم ان هي نجحت 100% ده صعب. يعني او ممكن نقول لحد دلوقتي نجحت بنسبه كام من وجهه نظرك؟ اصل احنا اربع مباريات او خمس مباريات. ست مباريات. انا شايفها مبشره جدا. مبشر جدا. يعني بدايه رائعه، ولكن الحكم ما بيبقاش من اربع خمس مباريات. انت احنا لو عايزين نحكم على اربع خمس مباريات من 70 ل 80%. ال 20% راحوا فين؟ 20% هتيجي مع الوقت. اخطاء بسيطه يعني، حاجات بسيطه. زي ايه مثلا؟ غير مؤثره في العداله، عشان برضه ابقى واضح. كويس معك. كويس. زي الوقت الكبير اللي بناخده ده مع الممارسه. حصل مباراه الطلائع، طلائع بيلعبوا المقصه تقريبا حصل في مباراه الطلائع، حصل في مباراه المقاولين والطلائع. المقاولين والطلائع صح يعني. دي توقف فيها المباراه حوالي 11 دقيقه اكتر. يعني حوالي 15 دقيقه شويه. يعني حالتين بالظبط خدوا 10 دقائق، لما حالتين ضربتين الجزاء خدوا 10 دقائق. دي انا بقول مع الممارسه ومع الوقت ومع السماعات الجديده لما تيجي اعتقد ان هي هتاخد وقت اقل. فهي مش حاجه ازمه كبيره، ولكنها انا بقول من انت بتسالني على 20%، فبقول لك ال 20% راحت فين. تمام. دي من ضمن ال 20%. الحاجات الثانيه زي التواصل، انا شايف ان ساعات بيبقى بعض المباريات اللي انا شفتها في ازمه في التواصل. مش عارف بقى ده عيب سماعات، ده عيب ممكن تصوير، لان في بعض المباريات انا سمعت ان لا الزوايا ما كانتش واضحه، او الصوره او السورس اللي جاي من بالظبط. يعني دي لقطه من لقطات مثلا مباراه الاهلي وسموحه، ضربه الجزاء بتاعت عمرو السوليه، وراح سمع عند الفار وشاف اللقطه. انا المفروض ما اشوفش السماعه دي. لو السماعه الجديده موجوده انا المفروض ما اشوفش السماعه دي اللي موجوده جنب المونيتور. المفروض السماعه اللي موجوده مع الحكم. دي المباراه دي كان فيها ازمه في التواصل. طب ايه الفرق ما بين السماعه مثلا اللي هي في ودنه دلوقتي دي؟ ده هاند فري، ده اصل ده هاند فري بس مش متواصل يعني مع الغرفه. ممكن يحصل فيه ازمه، ممكن يحصل فيه في الشبكه، بس هو اكيد متواصل الا اذا ما كانش راح بص على الحلقة. انت كده اصل كده شبكه، ده موبايل يعني، اعتقد ان ده حاجه يعني شبكات موبايل، مش حاجه دايره مغلقه زي السماعات اللي هتيجي منتظرينها. وبرده الكابتن جمال اتكلم ان السماعات خلاص جايه، والامور دي هتتحسن بصوره كبيره لما السماعات الجديده تشتغل. اعتقد ان بتبقى دايره مغلقه ما بينك وما بين الحكام، اجهزه حديثه تسرع من اتخاذ القرار. تسرع بالظبط. زائد التصوير، نفس التصوير برضو. لا التصوير فيه مشكله يا محمد. يعني بص الكواليتي بتاع طيب ما هو انت عايز يعني الماتش احنا عندنا فار 100%. عايز فار 100%. لازم التصوير يكون 100%. طب ايه المشكله في التصوير؟ يعني عايز اسال مخرجنا العزيز مثلا محمد عمار اللي معانا، ايه السبب في الريزوليوشن الضعيف جدا اللي بنشوف بيه ماتشات مثلا زي ماتش الاهلي وسموحه؟ حاجه غريبه جدا يعني. احنا عندنا فار وعندنا كام، بس الواحد شايف اللعيبه بالعافيه من التلفزيون. يعني احنا مشكله ان احنا عندنا المفروض في عربيات اذاعه جديده جت، المفروض في عندنا كوادر محترمه جدا في الاخراج في مصر. عندهم امكانيات مميزه اخراجيا، عندنا اطقم التصوير برضو والكلام ده مميزين. احنا في مصر هنا يعني نمره واحد في الوطن العربي. على فكره الريزوليوشن دي مش متعلقه بقناه معينه، ده هي القنوات اللي الاشاره بالظبط، الاشاره اللي جايه بالظبط. ما عشان كده بقول لك التصوير، التواصل، تاخير الوقت. يعني انا فكره تاخير الوقت دي برضو انا ازعجتني. انا مش عايز المباراه تمتد لساعتين. يعني بتفقد بصاره الحاله، بتقعد خمس دقائق وست دقائق كتير جدا.
ولكن انا واثق ان الامور دي هتتحسن مع الوقت. مع الوقت اه يعني كبدايه طبعا لازم نتكلم ان هي بدايه كويسه جدا. بدايه مبشره بالنسبه لموضوع تطبيق الفار. وهنشوف ان شاء الله تحسن في المستوى في الفتره الجايه. احنا لو خدت بالك احنا خدنا فتره تدريب قصيره جدا. وكلنا عشان ما نستثنيش نفسنا احنا كنا مشككين ان احنا هنطبق الفار في الدور الثاني. فطبعا لا لازم نحييهم ان احنا في الفتره دي اتدربنا حاجه ايجابيه ممتازه بصراحه. اتدربنا في الفتره دي وقدرنا نوصل للشكل ده مقبول نسبيا. مقبول بصوره كويسه جدا بالنسبه لنا. الديفوهات الصغيره اكيد وصلت لاتحاد الكوره، اكيد وصلت لجنه الحكام. كابتن جمال غندور يمكن اعترف بيها، سمعته في كذا حاجه، اعترف بان في فعلا ازمه في التوقيت، في ازمه في السماعات. دي هيتم تداركها الفتره اللي جايه. ولكن في 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 الاساس بقى بتاع الفار او في الاساس بتاع العداله، ان انا لو في حاله محتاجه لا ده شفناه تم بصوره كويسه. وتم تغيير نتائج مباريات، ويمكن الدليل احنا شفنا الاربع او خمس مباريات اللي احنا شفناهم حاله رضا من الاجهزه الفنيه في كل فريق، سواء اللي كسب او اللي خسر او اللي تعادل. بس مش بنسبه 100% ورث، ده طبيعي عندنا. بص ما احنا مش هتنتهي. مش هتفضل موجوده. مش هتنتهي طبعا. هي دي كره القدم. وبنشوف على مستوى العالم على فكره مع الفار في حالات فار على مستوى العالم بيحصل فيها ازمات وبيقعدوا يتكلموا فيها فتره طويله. هل ده سابق؟ هل ده مش سابق؟ هل فيها ضرب الجزاء؟ حاجات برضو فيها تقديريه يعني. في حاجات ضربات الجزاء بس فتره طويله مش للدرجات دي زي ما حصل في ماتش المقاولين وطالع مثلا. لا ما دي ما هو ده النموذج انا قلت لك عليه. ده اول حاجه ده بعد الممارسه هيتظبط. ده هيتظبط لان التواصل هيبقى اسرع، هيبقى في لينك يعني اكبر ما بين الحكام وبعض، هيفهموا بعض بصوره اكبر، فهيتم تداركها ان شاء الله. لا والموضوع الريزوليوشن ده مهم قوي. لا التصوير ده، لا التصوير ده حتى عشان الناس لما تتفرج لا تتفرج كمان بشكل حلو. يعني حتى برضه الحاجات الفنيه لما بتيجي الحكم يعيد، يمكن اول مباراتين احنا ما كناش واخدين بالنا منها. الحكم لما بيروح يشوف الفار ما كناش بنجيب جنبه هو بيشوف ايه. انت قصدك كمان على الشكل العرض بالنسبه للجماهير. الشكل انا اجيب الحكم زي ما بيحصل في البطولات الاخرى في اوروبا. الاعاده اجيبها زي ما بيشوفها الحكم، اشوفها انا كمشاهد. اشوف هو بيشوف ايه. انا ليا حكمي وليا عيني برضه اتفرج معاه واشوف قراره. اكيد طبعا هيبقى قراره طالما لجأ للفار كمشاهد. بالمناسبه اللي بيتفرجوا على التلفزيون بس، لكن في ارضيه الملعب لو في جمهور ما ينفعش يشوفوا الحاله مع الحكم، يعني ما ينفعش يشوفوها. والله في انجلترا بيزعوها. لا في انجلترا يعني بيقول لك بيعمل تشيكنج مثلا جول او وبعد ما بياخد القرار بيجيب الحكم بعد ما ياخد القرار بقى عشان ما يحصلش جدل. دي مهمه. طبعا طيب عامة نتمنى التوفيق طبعا، وان شاء الله لما النشاط يعود الدوري يعود بشكل طبيعي يبقى تقنيه الفيديو تستمر في نجاحها. عايز اتكلم معاك في خبر اخر بخصوص فيتو النهارده. ويقول لك عامر حسين يدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكره. دلوقتي مبدئيا بخلاف حاج عامر حسين يترشح او ما يترشحش، اللي هيحصل ايه لو تم تاجيل دوره الالعاب الاولمبيه؟ بالتالي الانتخابات ممكن تتاجل للاتحادات. هل بقى ساعتها اللجنه الخماسيه دي هتكمل، ولا ممكن من الوارد ان احنا نلاقي انتخابات، خصوصا بعض اعضاء اللجنه الخماسيه نفسهم انتخابات تيجي بشكل سريع جدا، ممكن نلاقي ان هيتم حل اللجنه الاولمبيه او هيجي لجنه اخرى تشرف على انتخابات الاتحاد المصري لكره القدم قبل الاولمبياد. ايه اللي هيحصل في الحاله دي؟ ده على فكره يعني سؤال حلو جدا ومحدش تطرق للقصه دي. احنا اكيد هنلتزم باللوائح بتاعت الفيفا واللجنه الاولمبيه الدوليه. واعتقد ان اللجنه الاولمبيه الدوليه والفيفا مش هيسيبوا جزئيه زي دي من غير ما يتم فعلا الحديث فيها او التشاور فيها. المجالس الادارات اللي تنتهي فتره، حتى مش شرط يكون المجلس بتاعنا او اللجنه الخماسيه بتاعتنا معينه. تمام. في مجالس ادارات في دول ثانيه اكيد هينتهي فترتها في, في في يونيو شهر 6 اللي جاي. فاكيد هيتحط حاجه برضو للجزئيه دي. وانا اميل او ارشح ان لا يعني طالما كده ممكن يتمد للجنه الخماسيه برضو للاولمبياد. لو الاولمبياد مثلا اتاجلت شهرين او ثلاثه او اربعه يتمد لها الفتره دي ويتعمل الانتخابات مع بقيه دول العالم. ده الحل الانسب من وجهه نظري. ده من وجهه نظري انا. واعتقد ان هو ده الاقرب. الاقرب انها برضو هيجي من التعليمات من الفيفا او من اللجنه الاولمبيه الدوليه باستمرار مجالس الادارات لحين الدوره الاولمبيه اقامتها، سواء مثلا هتقام في ديسمبر، في كلام ان هي لو اتاجلت تقام في ديسمبر او تقام قبل كده، او لو اقيمت في ميعادها فهتبقى الانتخابات هتقام في ميعادها بصوره عاديه جدا. ومن حق اي حد، انت يمكن جبت خبر الحاج عامر حسين، من حق اي حد انه يترشح ما يمنعوش. بيقول لك كمان بند 8 سنين مش هيطبق على بشكل
بأثر رجعي؟ اه ده من ضمن يعني الافكار، ممكن الناس ولكن لم تحسم ما تمش حسم لسه. اللائحه المفروض ان هي تم صياغتها خلاص من قبل الاتحاد الدولي وهتتعرض على هتتعرض ولكن الجزئيه دي لم تحسم فيها يعني مش واضحه لسه حتى الان. حتى الان الاثر الرجعي موجود، وان اللي عدى عليه 8 سنين قبل كده ممنوع من الترشح حتى الان. لكن في كل الاحوال التفكير في ده موجود، ان يتعمل الغاء الاثر الرجعي ويبتدي دوره جديده بالناس كلها ليها الحق. الافضل ايه من وجهه نظرك؟ والله يتعمل دورتين جداد، يعني يتعمل من بدايه من دلوقتي دورتين 8 سنين، واي حد بقى من حقه. طب احنا ممكن نفضل في القصه دي، يبقى بند 8 سنين ملوش لازمه. يعني انت ممكن لا قدر الله الكره المصريه تتعرض لازمه من الازمات فتره جايه، فبالتالي تعمل لائحه جديده تمشي في نفس الاطار اللي انت ماشي فيه ده، فبالتالي احنا ممكن حتى لو اتعملت الثمان سنين، عشان برضو اكلمك بصراحه جدا، لو اتعملت بند الثمان سنين ممكن تيجي ناس محسوبه على الناس اللي انت مش عايزهم يجوا، وهيبقوا هم برضو اللي بيديروا اتحاد الكوره من خلف الستار. لا يتفضلوا، اللي عايز يترشح يدير قدامي. ده كلام مهم. يعني احسن ما نجيب حد من خلف الستار ويبقى انا برضو اللي بدير. طيب لكن في كل الاحوال الانتخابات هتبقى ساخنه طبقا لل يعني الاسماء اللي بنشوفها. شايفين اسماء بتترشح، كابتن احمد شوبير مثلا على الرئاسه، اسماء قويه، مهندس ثاني ابو ريده، اثنين تقال جدا، اسماء قويه بتترشح، وفي اسماء قويه ثانيه بتفكر كمان في الترشح. يعني سمعنا الكابتن طاهر ابو زيد، سمعنا اسماء ثانيه، سمعنا الاستاذ جمال علام، سمعنا اسماء ثانيه مطروحه بالنسبه ان هي تترشح على رئاسه الاتحاد. ولكن انت قلت الثنائيه الابرز كابتن شوبير والاستاذ هانا بوريده، دول ابرز اثنين ناويين يخشوا المعترك. طيب في خبر برضو مهم من يلا كوره، وعلى لسان رئيس اللجنه الطبيه باللجنه الاولمبيه، واللي قال ان مفيش اي رياضي مصاب بكورونا لحد دلوقتي. مش عايز اتكلم في الجزئيه دي خلاص اتكلمنا فيها، لكن عايز اتكلم في موضوع ان هم بيحاولوا ايجاد حلول للتدريبات، خصوصا ان انت لو استأنفت النشاط الرياضي فهتحتاج فتره عشان تستعد من الاول وجديد. بالظبط. ممكن الحلول تتمثل في ايه خصوصا ان مفيش اي تدريبات دلوقتي؟ ما هي دي الحاله الضبابيه اللي انا بكلمك عليها في الانديه كلها. في انديه عايزه تتدرب وعايزه تعمل حاجات تدريبات او مباريات وديه، ولكن في نفس الوقت الامور مش واضحه. فدي لازم توجد لها حلول، سواء حتى التدريبات، ممكن التدريبات في الملاعب من خلال بقى اجراءات تعقيم واجراءات تطهير مكثفه في الانديه او في الاتحادات او في المنتخبات اللي مثلا شغاله الان. يعني احنا عندنا منتخبات المتاهله لطوكيو او اللاعبين المتاهلين لطوكيو تدريباتهم شغاله، لا يطبق عليهم قرار تعليق النشاط حتى الان في مصر. هنا في مصر والله لا يطبق تعليق النشاط على كل المتاهلين لاولمبياد طوكيو، تدريباتهم شغاله بسرعه بشكل طبيعي. ده لازم، طالما الاولمبياد شغاله، طالما الاولمبياد مقامه لازم تتمرن، ما تاجلتش، لازم هيتمرن ويستعد. انت بتتكلم في شهرين، فما ينفعش يقعد في البيت. بس ده بيتعمل بتقنين. ما هو ده بيتعمل بتقنين، ما ده اللي انا بتكلم فيه وجاي لك فيه. لازم يبقى في تقنين للموضوع، لازم يبقى في اجراءات وقائيه وصحيه كبيره جدا في الانديه او في الاتحادات دي، لتفادي اي ازمه او لتفادي اي عدوى او لتفادي اي فيروس. مش كورونا بس، لازم يبقى في تواجد صحي كبير جدا، لازم يكون في ارشادات مستمره، لازم يكون في تعقيم مستمر، تواجد طبي يعني يكون على اعلى مستوى في المنتخبات او الانديه اللي هتتدرب الفتره اللي جايه. انت لو بتتكلم ان في حد هيرجع يلعب مباريات كمان اسبوعين او كمان ثلاثه، لازم يكون بيتدرب. مش هينفع يرجع يتدرب بعد اسبوعين وبعد كده تقول له العب على طول. لا، يعني هيبقى في تدريبات للانديه، هيتم الوصول لصيغه من خلال اللجان الطبيه، اتحاد الكره فيه لجنه طبيه، اللجنه الاولمبيه فيها لجنه طبيه، الانديه فيها لجان طبيه واطباء والكلام ده. لازم كل ده طبعا هيتم الاخذ في الاعتبار الفيروس والتحديات اللي احنا بنواجهها، ونعمل اجراءات وقائيه لكل اللاعبين وكل الاجهزه الفنيه. نتمنى السلامة للجميع بإذن الله تعالى، وده أهم شيء، أهم من أي نشاط رياضي في الدنيا. يعني الأهم كمان إن احنا نفسنا كده نقي أنفسنا من الفيروس من خلال التعليمات الطبية وطرق الوقاية اللي أكيد الكل عارفها دلوقتي، وأكيد بتعرض بشكل دائم في الإعلام وواضحة للجميع. ما نجريش ورا الشائعات ولا الجروبات. ما نجريش ورا الشائعات بالظبط. يعني ولا إيه؟ ولا الجروبات بتاعت الواتس. الجروبات دي مليانة حاجات يعني. يا ابو حميد انا بشكرك شكرا جزيلا، ونورتنا. شكرك يا امير، الله يخليك. استاذ محمد السيد الناقد الرياضي بالاخبار المسائي كان ضيفنا العزيز في حلقه كلام في الميديا النهارده. بكره حلقه جديده ان شاء الله واخبار جديده، استنونا باذن الله تعالى. الى اللقاء.